اوكي، دونك قبل ما نكفي ارجيومون تي اش، لان لازم نتذكر السي اش والاس اش، قلنا كيف كانت الاس اش اكس يعني السينوس هايبربوليك. هلا كل شيء عم اقوله هلا لازم انتم تحفظوه، اوكي؟ انا قلت لكم بحفظ الجراف، هيدا الجراف تبع الاس اش اكس الي كرواسون ال باس بار زيرو، يعني اس اش دو زيرو سي زيرو، دومين دو ديفينيسيون سي ار، كل اكس بي ار عندها اي. هيدي دو ان، دونك على دمي ان فونكسيون ريسيبروك اللي راح تكون ارج اس اش اكس، هيدي الفونكسيون ريسيبروك. دو ميثود، ميثود ان تكون حافظه كيف شكلها، انا دائما بحفظهم من الاساسيه ولا مره حافظه الاثنين. دونك اذا هي كرواسانت راح تضل كرواسانت، الباس بار زيرو يعني تقريبا مش ضروري تكونوا حافظينهم لانه يعني راح تكون هيك. دونك شو الدومين دو ديفينيسيون ميثود ان دو ارج اس اش، يا حي بما انه رسمتها بالفير سي ار، وارج اس اش دو زيرو كمان راح تطلع زيرو وكمان راح تكون ستريكتومون كرواسانت. وشفنا انه سيتيون فونكسيون كلهم امبير ما عدا الكوسينوس، الكوسينوس انفيرس السي اش والسي اش انفيرس، كل شيء بقوي راح يطلع معنا فونكسيون امبير. هلا هاي ميثود ان، لكن اذا بتفضلوا ترسموا يعني ترسموا الاساسيه ترسموا الانفيرس فيكم، وفيكم تو سامبلمون بما انه وقت احكي عن ارج اس اش اكس اذا كانت هاي الاكس هاي الايجريك برسم الاس اش، وقت احكي عن ارج اس اش اكس زايده راح احطها بالفير، هاي بتصير ايجريك، هيك بشوفوا دغري فرد مره على نفس الجراف، وهي بتصير اكس. شو الدومين دو ديفينيسيون؟ يعني هيدا صار دومين، كل x عندها إيماج، لأن هلا y صارت إيماج، دونك صار كمان r. اوكي، دونك الدو ميثود صح. انتو شو بتتاحوا يعني ترسموا الاساسيه بترسموا الفاس فيكم، تقلبوا الاكسات كمان، واخر شيء نكونوا حافظينه. اوكي، بس انا بحس بصيروا كثير كثار، بس اكيد هالشيء بيرجع لكم. دونك تذكرنا الاس اش، هات لنشوف هلا السي اش. دونك رح ارجع اذا قلنا سي اش بالروج، الاساسيات بالروج والانفيرس. دونك عم برجع اقول انه هدول رابيل يلي انتم لازم تصيروا من هلا وطالع تعرفون، يعني تكونوا حافظينهم مثل ما هلا عم نعمل الرابيل. واذا في شيء بدكم توقفوني، شفنا انه سي اش بتنزل هي الوحيده، يعني كل شيء خاصه بالكوسينوس بير البقوي امبير تنزل، سوري يعني عم تنزل اكيد تنزل على ال1 وبتطلع، يعني جو سي كو سي اش اكس سي سوبيريور ايغال ا1 كل الوقت، الي دي كرواسانت وي كرواسانت. واذا ذاكرين قلنا بس هالشقفه عندها فونكسيون انفيرس، لانه ما فينا دي كرواسانت وكرواسانت، دونك ناخذ بس شقفه وحده. ميثود 1، دونك شو راح تكون ارج اس اش اكس؟ ميثود 1 برسم الانفيرس، دونك على الزيرو كانت 1، دونك على ال1 بتصير 0. اذا بدي ارسم الارج اس سي اش اكس بالفير، دونك شو الدومين دو ديفينيسيون؟ رح تكون هيك طالعه كمان، هيدي كرواسانت، دونك كرواسانت. ارج اس اش دو 1 هلا صار 0، شو الدومين دو ديفينيسيون؟ وين صارت الاكس؟ دو 1 جوسكا بلوس لانفيني، دونك الدومين دو ديفينيسيون دو اكس هي اكبر و ايغال ا 1، والدومين داريفي ارج اس اش اكس كما الي توجور بوزيتيف. اوكي، سوبيريور و ايغال ا 0. هاي ميثود 1. ميثود 2 برجع بعيد، انتم شو بترتاحوا؟ يمكن احيانكم ترسموا تخلصوا ما اصلا رسمتوا الاساسيه، اذا بقلبون ايغريك وباكس كمان شو الدومين دو ديفينيسيون؟ الاكس هون صارت، دونك شو بها؟ اكبر من 1، والايغريك وين؟ سوبيريور ا 0. اوكي، هول اللي عملناهم المره الماضيه، بلشنا بالتي اش، رح زيد شغله لانه ما كتبتها. لما هلا ما نروح على ما رح زيد كل الديتايات، بس في كم شغله رح نحطهم. تي اش اكس بس ما كنت كاتبه، بس انه اكتبوها لحتى تتذكروا يلي طبع. سي كوا تي اش اكس؟ قلنا سي سي اس اش اكس سور سي اش اكس. اوكي، دونك سي اس اش اكس مثل التانجانت، اس اش سينوس سور كوسينوس اذا بدكم. هاي اول شيء، دونك راح تكون امبير، لان الاس اش امبير والسي اش بير. شو الدومين دو ديفينيسيون كمان سريعا؟ هي فراكسيون، دينوميناتور ممنوع يكون زيرو، السي اش ولا مره زيرو، بعد ما شيء اني سي سوبيريور ايغال ا 1. دومين دو ديفينيسيون دو اس اش سي ار، يعني الدومين دو ديفينيسيون دو تي اش هو ار، وكتبناها سو سيت فورم. اهم شيء تتذكروا تي اش على الانفيني، باسكو اكس تان فير الانفيني، تي اش تان فير 1، لانه هيدي المنظر الثاني اذا بدكم، سي او دو دو اكس، سي او دو دو اكس هي 1. بما ان ابير سيمتري بارابور ا 0،
و تي اش 0 شو هي تي اش 0 اس اش 0 سير تي اش 0 الاس اش 0 بعد ما هلا شفنا سي 0 سي اش 0 سي 1 دونك سي 0 قطعت هون اوكي اخر شيء كمان شو الديريفي للتي اش ديريفي دو اس اش سي سي اش ديريفي دو سي اش سي اس اش دونك سي سي اش كاري موا اس اش كاري كمان اذا ذاكرين سي اش كاري موا اس اش كاري اذا نقول بسرعه وقفوني هي 1 كيف كوسينوس كاري بلس سينوس كاري سي 1 هون كوسينوس سي اش كاري موا بس الموا دونك سي 1 سور سي اش كاري دونك الي بوزيتيف ستريكتومون كراسانت اوكي وبعد قلنا الباس بار 0 واذا بقى بدي التانجنت او بوين 0 هات نشوف شو راح يكون التانجنت او بوين 0 يعني شو تي اش بريم او بوين 0 قلنا تي اش هي 1 سور سي اش كاري او بوين 0 يعني حتطلع 1 سور سي اش دو 0 سي 1 دونك سي 0 يعني سوري سي 1 يعني هون التانجنت اللي عندها بانت كيفو 1 اوكي دونك رسمناها كرواسانت بتقطع من زيرو وعلى الانفيني هيدي ما زدتها مره الماضي دونك انا عندي اسامبتوت اوريزونتال اوكي يلي طبع رسموها دونك بما انه الي امبير راح تكون بما انه اكس ايجال ا ان سي تون اسامبتوت اوريزونتال على البلس انفيني اكس ايجال ا موان راح تكون اسامبتوت اوريزونتال على الموان انفيني قبل ما نروح على التي اش دونك عندنا انفيرس اكيد ايه هيك لنشوف شو بيصير بالفونكسيون انفيرس هون هينه يعني فيكم تحفظوا فيكم ترسموا مثل ما بدكم هي هي ذاتها هون هينه ليه لانه بعرف الي كروسانت اكس ايجال ان اكس ايجال ا موان ان سو سون دي اسامبتوت اوريزونتال دونك لما اعمل فونكسيون انفيرس شو بيصير سوري هون ليه عم بقول كل وقت اكس ايغريك هيدا اكس ايغريك ايجال ان ايغريك ايجال ا موان ما حدا وقفني Donc, y égale à 1 ou y égale à moins 1, ce sont des asymptotes horizontales. On x égale à 1 ou x égale à moins 1, ça va être une asymptote verticale. Ou fonction, donc croissante, on a peut par le point 0, 0. Donc, ça va être croissante. Donc, moins 1 ou plus 1, ça va être des asymptotes verticales. Donc, ce sera le domaine de définition. Ça va être l'arc TH. Nous allons travailler maintenant à l'arc TH. Vous avez une réponse, en fait, une réponse, ou vous avez une réponse. دونك هيدي هي الفير ارك تي اش اكس دونك شو صار الدومين دو ديفينيسيون الاكس صارت وين انتر موا ان اي ان والارك تي اش اكس الا ابارتيان اكوا الا ابارتيان ا اف اوكي يعني هون رسمناها طالع طلوع بتحبوا تزيدوا نكون عندي اسامبتوت اوريزون شو بني اسامبتوت فيرتيكال اليوم مصره خربت بين الفيرتيكال والاوريزونتال هلا اذا بدي ديريفي دو لا نعم حدا عنده شيء الارك تانجنت مش هي ذاتها شو يعني هي هي ذاتها هيدي هي ذاتها لا الريسيبروك تبعه ده هي ذاتها اكيد لا اذا اكس ايجال لا لتحت قصدي الريسيبروك مش تسمى كمان ارك تانجنت ولا لا غير شيء الارك تانجنت الارك تانجنت ايه سوري مثلها بس الفرق انه مش ها رح نرجع نشوفها بعدين الارك تانجنت التانجنت اصلا رسمت لكم اياهم تانجنت اكس اول شيء عليه بيريوديك يعني من الموا بي سور دو هيك اوكي يعني الفرق انه هون موا بي سور دو بي سور دو نحن هلا عندنا موا ا هلا رح نرجع نرجع للتانجنت اوكي بس بعد عندك ايه الديريكسيون اسيمبتوتيك من الانفيني اكس تنفر الانفيني ايجال انفيني هون لا بالان حاطين ديريكسيون اسيمبتوتيك ايه انفيني ديريكسيون اسيمبتوتيك الان دو اكس ريكس تعملنا انفيني وينه لحظه ديريكسيون اسيمبتوتيك سويفان لاكس دي اكس لانه الان دو اكس اكس زيرو يعني انتو اجمالا كيف بتجيبوا الاسامبتوت اوبليك y ايجال ا اكس بلس بي كيف بتجيبوا ال ا بتعملوا الان الفونكسيون سور اكس ليه اذا بعمل اف دو اكس سور اكس وتقول ديريكسيون اسامبتوتيك يعني على الانفيني هيدي الاف دو اكس كانها سو لا فورم دو ا اكس بلس بي عم بشرح ليه بتعملوا هيك
دونك لما تعملوها سير اكس شو راح تطلع؟ ا. دونك ليميت على البلس تانفيني دو اف دو اكس سير اكس تعطيني ا، طلعت زيرو يعني ايغريك ايجال ا ب. انت هيك قلت لي صح؟ شو قلت لي؟ يعني ايغريك ايجال ا ب بس ما جبناها، لانه اذا بدي ارجع اعمل ال ان دو اكس موان اكس شو راح تطلع؟ ليميت باسكو اكس تانفير لانفيني ما حليناها، بس جو فاكتوريز بار اكس شو راح يطلع معي؟ ال ان دو اكس سير اكس موان ا. اوكي دونك على الانفيني ال ان دو اكس سير اكس سي زيرو، زيرو موان ا سي موان هون راح يطلع معي شو عم بعمل؟ اف دو اكس موان اكس ال ان دو اكس سير اكس موان ا على الانفيني ال ان دو اكس سير اكس قلنا سي زيرو، زيرو موان ا سي موان ا فوا الانفيني راح تطلع موان الانفيني، بس اكيد عامل شيء غلط ولا لا؟ تطلع الايجريك سي موان الانفيني الان دو اكس سير اكس موان ا. ارجع حليت انا شيء غلط مبدئيا؟ لا، بس ايجريك قال انفيني انتو هيك هيك اجمالا بتجيبوها ولا لا؟ هلا نحن نتعلم شابيتر سيفان ان اوتر ميثود، اف دو اكس سير اكس تعطيني ا، واجمالا اف دو اكس موان ا اكس سوري ما هيدا الغلط اللي عملته. شو عملت غلط؟ حطيت الا كانه هون. ارجع عيد محي ايجريك ب بنجيبها اف دو اكس مع ا اكس، مش اف دو اكس مع اكس سوري، ايجريك قال ا ب بنجيب با ايجال اف دو اكس، هاي صارت زيرو، هاي صارت زيرو، يعني ال ان دو اكس مع زيرو بكل بساطه هيدا البي. دونك سي ا لانفيني سي انفيني. اوكي قبل حطيت كانه ا ايجال ا، وتعملت اف دو اكس موان اكس يعني اعتبرت ال ا سي ا، مش هيك طلع معي موان لانفيني وغلط. يعني اذا بدكم الفرق بين ال ان دو اكس والموان اكس سي موان لانفيني، يعني الاكس كثير اكبر من ال ان دو اكس لانفيني، هيدا اللي كتبناه هون. انتو اجمالا هيك بتجيبوا الاسامبتوت اوبليك اذا مش غلطانه، اف دو اكس سير اكس لتجيبوا ا، بيرجع اف دو اكس موان ا اكس لتجيبوا ال ب. اوكي هون اف دو اكس موان اكس سي ال ان دو اكس موان زيرو، بس بالشابيتر السويفان رح نرجع نتعلم ان اوتر ميثود. ما حدا قال لي انه غلط، ليه ما قلتوا لي انه غلط؟ طيب فينالمون ايه شغله ال تي اش اكس هي من ار ل ار ولا من ار ل موان ا؟ هلا الدومين دو ديفينيسيون وقت تكت ب فيك تقولي ار ل ار، بس اذا بدي يكون بلو بليسيز يعني اذا كتبتي لي من ار ل ار مش غلط، بس اذا بدي اعرف شو الدومين داريفي بلو بريسيزمون صار موان ا. يعني انت اول ما تبلش بتقولي ساسيت من فونكسيون دو ار ل ار، بس اذا بدي اجيب الفونكسيون ريسيبروك مجبوره اعرف وين الدومين داريفي المضبوط. يعني وقت تعملوا التابلو دو فارياسيون يلي مفروض موجود معكم، وقت نعمل تابلو دو فارياسيون هلا نحن ما نرجع نزيد، سيت اون فونكسيون عندها ريسيبروك سوري فونكسيون امبير، دونك بس اشتغلنا دو زيرو ا بلس لانفيني، وقت اعمل الريسيبروك بدي اطلع الاريفي وين، ساعتها بحدد اكثر. يعني ساعتها بالجواب والاف سيت اون فونكسيون اوبجيكتيف من وين لوين، من ار جوسكا موان ان، دونك دو ار ا ايماج دون موان ان، دونك ادمي اون فونكسيون ريسيبروك دو موان ان لا ار. اوكي يعني فوق وقت تبلشوا دومين دو ديبار ار، دومين داريفي سي اون بارتي دو ار، بس اذا حطيت ار مش غلط عم بلش من فوق يعني، بس اذا بدي يكون بريسيز وين او سون لي ايماج اي سون دون ار، واصلا هيدا المكتوب هون يعني. اوكي دونك اهم شيء وهيدي قطعت سنت المدرسه بعد ما فينا نعمل اكزرسيس، قطعت اش في منهم نفكروا ا بلس لانفيني سي بلس لانفيني سي فوا بلس لانفيني سي ا. فينالمون كيف بدي اجيب ديريفي دو لا فونكسيون انفيرس؟ دونك هون اول شيء شو قلنا؟ الايغريك امتين في الفونكسيون ريسيبروك؟ لا اول شيء اذا بعدني بالتي اش بعدني الفونكسيون الاساسيه اللي هي ايغريك ايجال تي اش اكس، دونك نحن الاكس بار بس الايغريك بموان ا هون في ريسيبروك، دونك اذا ايغريك سي تي اش اكس ارك كيف بشيل التي اش؟ بدي احط الفونكسيون انفيرس اللي هي الارك تي اش ايغريك صارت اكس. اذا بدي الديريفي دو لا فونكسيون انفيرس شو يعني لما اقول بدي الديريفي دو لا فونكسيون انفيرس؟ يعني بس لكم يعني هون انا عم جيب اول شو عم نجيب؟
عم نجيب تو سامبلومون لا ديريفي دو ارك تي اش ايغريك. هاي يعني لا ديريفي دو لا فونكسيون انفيرس. اوكي شو يعني ديريفي؟ بريم فونكسيون انفيرس من فونكسيون انفيرس دو ارك دو تي اش اكس تي ارك تي اش ايغريك. انا هيدي كيف بجيبها؟ قلنا سي اف موازان دو ايغريك يعني اف موازان دو اف دو اكس. هيدي الاف ونكون صرنا الاف موازان. اوكي دونك بس انا لا احفظها اوكي. وهيدا اللي عم نكتبه هون سي جوست 100% بس لان كتبت اف موازان دو ايغريك اخر جواب مفروض يكون ان فونكسيون دو ايغريك. في حدا سالني سؤال هلا بس بكفي برجع بكفي. دونك سي ان سور اف بريم دو اكس دونك ان سور ديريفي دو تي اش اكس. تي اش اكس هلا قلنا يا هي ان سور تي اش كاري او اذا الان رجعت كتبتها سي اش كاري موا اس اش كاري لحتى بس عم بقول كيف تحفظون سير سي اش كاري. سي اش كاري سير سي اش كاري هي 1 موا اس اش كاري سير سي اش كاري يعني تي اش كاري. اوكي رجعت ذكرتكم فيهم. دونك ديريفي دو تي اش كاري سي 1 موا تي اش كاري. لي جي شوازي سيت فورم مش 1 سير سي اش كاري لانه اذا ذاكرين بدي رد على الايغريك. دونك سي 1 سير 1 موا ايغريك كاري افيك ايغريك وين بين موا 1 و 1. حدا سالني سؤال هيك كمان لازم كل الفونكسيونات ما مش هيك قلت لكم بهيدا الشابتر بدكم تعرفوا السي اش الاس اش التي اش الكوتي اش كوتانجنت هايبربوليك الانفيرس تبع كل هالاربعه كلهم الدومين دو ديفينيشن لوين رايحين مع الديريفي تبعهم وتبع الانفيرس مع زياده السينوس كوسينوس تانجنت كوتانجنت والانفيرس تبعهم. اوكي دونك قلت لكم هيدا الشابتر يس كله حفظ. مشان هيك لسببين عم قلكم تحفظوا الجراف لان الجراف اهين وتحفظوا فورمولات والديريفي اذا ما حفظتوها لازم تتعلموا كيف تجيبوه. يعني انت بتنقي بقى تحفظهم كلهم او بدك تتعلم تجيب نصهم او تحفظ نصهم هالشي بيرجع. طيب منو حال كوتانجنت دونك كمان عملنا كاتبة شو هي الكوتانجنت هي هالمرة سي اش sur SH. Donc on est là tout sur le domaine de définition. En diffraction, yani, premièrement, le numérateur domaine de définition t'avoir R, dénominateur domaine de définition R, parce que la N no fraction, dénominateur même non avec 0, un tin le SH 0, on a hafza resme, elle passe par 0. Ok, on a nous la zone plus ne jamais foutre, elle passe par 0. Donc, les emails X matkoun 0. Donc, je ne hek. شلت الاتوال هلا ما بعرف. دونك مشان هيك الدومين دو ديفينيسيون لا الكوتانجنت هايبربوليك سي ار اتوال. اوكي كمان اذا بنرجع بنحولها على الاكسبوننسيال رح تطلع هيك. دونك نفس الشيء مثل هون على البلس لانفيني رح تكون 1 دونك اكس ايغريك ايغال 1 سي اون اسيمبتوت هوريزونتال و ايغريك ايغال ا موان 1 سي اون اسيمبتوت هوريزونتال. كمان قلت اثنيناتهم هن امبير دونك اثنيناتهم هون اسيمبتوت هوريزونتال اسيمبتوت هوريزونتال. اذا ما نجيب الديريفي كمان مش مثلا هاي الديريفي مش كلها هالقد صعبه تحفظوها فيكم ما تجيبوا تحفظوها تجيبوها. سي كوا ديريفي سي اش سي اس اش ديريفي دو اس اش سي سي اش. دونك سي اس اش كاري اس اش كاري موان سي اش كاري سور اس اش كاري. دونك سي موا 1 لانه سي اش كاري موا اس اش كاري سي موا 1 دونك 1 دونك سي موا 1 سير اس اش كاري دونك تحت دينوميناتور بوزيتيف دونك رح تطلع نيجاتيف يعني الي ديكروسانت. اوكي قلنا سي اون فونكسيون امبير دونك ما في لزوم اعملها على دو تيرم دونك ديكروسانت ورايحه على ال 1. بعد في هيك لنشوف بس لنشوف ديكروسانت هون الليميت قد ايه. Si je fais limite de x qui tend vers 0 plus, je vais dire 0 plus et 0 moins, de ch sur sh, ch de 0, à derrière, donc ça va être ch sur sh, ch de 0, c'est 1, ma fille problème, sh de 0, c'est quoi sh de 0? Donc, c'est le sh, à 0 plus, elle est positive ou négative, la r, c'est 1 sur, ou 1 sur 0. C'est infini. Bas plus l'infini ou moins l'infini. Bima n est à 0 plus. À 0 plus, elle est positive. Donc 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Donc, je n'ai que plus l'infini ou rachal 1.
اوكي بما انه فونكسيون امبير دونك على ال0 موان راح تكون موان لافيني واذا ما نكون مقتنعين هي ليميت دو 0 موان بعدني ان سور 0 على 0 موان قلنا هيدي تبع الاس اش على 0 موان شو بصير الي نيجاتيف اس اش الي نيجاتيف دونك ان سور 0 موان راح تطلع موان لافيني اوكي دونك نازله نازله ديكروسانت وهون ما في شيء يعني بين الا والموان ان ما في شيء اوكي والدومين دو ديفينيسيون لكن ارنا ار اتوال الا دني ان فونكسيون ريسيبروك وي بما انه الي ديكروسانت هلا من وين لوين الفونكسيون الاساسيه قلنا من ار اتوال ا فالور وين كل شيء ما عدا موان ا يعني عندي موان لافيني موان ا انيون ا بلس لافيني دونك مش هيك كلهم كثير صعبين تحفظون اذا مش حافظين الجراف الجراف تبع الكوتانجنت كثير بيشبه الجراف تبع ال ما بعرف إذا شايفين ولا الجراف تبع answer x بس هيدا الجراف تبع answer x هو كتير بيشبهه بس ما في شيء عطر موان A A أوكي دونك الفونكسيون ريسيبروك راح تكون من هون لهون يعني لا تتذكروا TH كل الفالوريت بين موان A A أوكي هاد TH كروسانت الكوت TH يعني الكوتانجنت هايبربوليك شبهها إذا بدكم اللي بتكملها يعني هيك ما في شيء بين الموان ان ان بس الي كمان على ديكروسانت اوكي هيك كروسانت هون جو سوي ديكروسانت دونك ميثود ان كيف بدي احفظ هلا الكوتانجنت الانفرس تبع الكوتانجنت هايبربوليك مثل ما انه قلنا موجوده ميثود ان برسمها يا حافظينها من اساسات يا بجيبها كيف تحفظوها او كيف تجيبوها تذكر هون ما في فالوريت هون ما كان في فالوريت دونك وقت ترسموا الفونكسيون انفرس قلنا ميثود ان رح نرسم وقت ترسموا الفونكسيون انفرس وين عندي مجال اكثر وقت ارسم الفونكسيون انفرس بما انه y ايجال ا ان و ان ما في شيء هون x ايجال ا ان و ان ما في شيء دونك هون ما في شيء الي ديكروسانت وبعد عندي x هيدي كانت اسامبتوت اذا بدكم يعني على ال 0 بلس بلس لانفيني دونك x ايجال ا 0 كانت اسامبتوت فيرتيكال يعني y ايجال ا 0 رح تكون اسامبتوت هوريزونتال ونازله دونك بعد تنزل وبدها تنزل اوكي رح فرجيكم الرسمه هيدي اللي كان ميثود ان انه ارسمها عم تنزل عم تنزل وما في شيء بين x ايجال ا موا ا و y ايجال ا بين x ايجال ا موا ا و x ايجال ا دونك شو الدومين دو ديفينيسيون للارك كوتي اش يا حيه من الموان لانفيني لا موان لا ما في شيء هون انيو ان بلس لانفيني ا فالور وين دون ار اتوال اذا ما بدي احفظ لا ار اتوال لانه كل الايجراج عندهم فالور كل الايجراج في لهم فالور ما عدا الار اتوال اذا ما بدي احفظها من هون اذا بدي ار كوتي اش اكس مش ار كوتي اش ايجراج ار كوتي اش اكس يعني هاي صارت الـ Y هاي صارت الـ X شو الدومين دو ديفينيسيون يا حنة هاو كلهم عندهم فالوريت بس هون ما في شيء دونك سي موا لافيني موا ان انيو ان بلس لافيني ا فالور وين وين الـ Y الـ Y فيهم كل شيء ما عدا الـ 0 اوكي الميثود اللي بتناسبكم بتعملوها فونكسيون انفرس دونك هون كاتبة Y إيكال انفريور اما ان هي Y ستريكتومون سوبريور دونك برجع بعيد حنا يعني انا عم شوفهم معكم لا في اوكي دونك انتي في فونكسيون انفرس قلنا لانه لازم اعرف مزبوط الدومين دو ديبار ولوين الفالوريت مزبوطين لحتى شو جيب الفونكسيون انفرس يعني انتم كتبتوا لي هاي 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 اكيد صح فيكم تكتبوها ما في بروبلم بس لما بدي اجيب الفونكسيون انفرس لا بدي اعرف مزبوط الفالوريت ايسون او دونك نحن شفنا الفالوريت اللي قلنا موان ان موا لافيني موا ان ان بلس لافيني دونك بدل ما اكتب هيك حطيت فرد مره فالور ابسولو سوبيريور ا ان اوكي ليه اذا هي الزيرو هون ان هون موا ان ايغريك يعني الفالور ابسولو ستيكتومون سوبيريور ان يعني انا هون وانا كمان هون هاو كلهم فالور ابسولو سي ستيكتومون سوبيريور ا ان اذا بدي الديريفي دو لا فونكسيون انفيرس يعني انا شو عم جيب شو الديريفي دو لا فونكسيون انفرس يعني انا عم جيب هالمره ارج كوتي اش ايغريك بريم عم جيبها من الاساسيه دونك هي انا كيف بحفظها
f موازا بريم دو إغريج يعني f موازا برد على f دو إكس a سور f دو إكس شو الدريفي للكوتانجانت إكس بريم قلنا هي موا a سور سي أش كاري أو في هالفورميل تحفظوها أو اللي هي s أش كاري موا سي أش كاري سور سي أش كاري دونك s أش كاري سور سي أش كاري منا إلا كاتبة غلط إيه حطيت سوري حطيت ال سي موا ان سور اس اش كاري هلا جبناها دونك سي ايغال كتبت شي غلط لا اوكي سي ايغال قلنا موا او اس اش كاري موا سي اش كاري سور اس اش كاري دونك اس اش كاري سور اس اش كاري سي ان موا سي اش سور اس اش سي موا كوتانجون كاري هيبربوليك دونك شو هي الـ y سي كوتانجنت x دونك سي 1 موان y كاري دونك اذا لاحظت اثنيناتهم نفس الديريفي نفس الديريفي تبع الفونكسيون انفرس اوكي هون في فورمولات رابيل شو التانجنت هيبربوليك سوري انتم بتعرفوا مش هيدول ها كمان في هيدول كلهم انا مظبطتهم بس ما بعرف ليه الفيرسيون الفينال اللي انا حطيتها اختفت ما بعرف ليش خرف يمكن الورد ما بعرف دونك تانجنت ا بلس بي سي تانجنت فوق بلس تحت موا على الموا راح يصيروا اصلا تذكروا سي اون فونكسيون امبير يعني التانجنت دو موا بي سي موا تانجنت بي دونك هيدا راح تصير موا وهون موا موا سي بلس بينما بالفورمولات التانجنت هيبربوليك بلس بلس للبلس وموا موا للموا منروح لاخر دونك هون اذا رسمينهم دونك هون مبين اكس ستريكتومون انفيريور ا وال ايغريك بي ار اتوال y يقال r كوتانجنت x كيف جيب بشيل ال r بحط هون الكوتانجنت يعني جيب هون اذا بدكم بس لتحفظون اسرع نجيب الكوتانجنت هيبربوليك لا ثاني مال او r كوتانجنت يعني بتصير الانفرس دونك كوتانجنت y سي x منروح على السينوس دونك هون رح شوي امشي فيهم بسرعه بما انه تعرفون دونك سينوس اول شيء سيت اون فونكسيون سينوسويدال او بير امبير سوري valeur absolue strictement supérieure à 1 صح اوكي نعمل سيف تا سينوس فونكسيون سينوسويدال اهم شيء تتذكروا سينوس دو زيرو هي زيرو وهي كروسانت دونك لا هيدا السيت اشتغلناه مرة الماضي سينوس شبهه هون على الزيرو سي زيرو